السلام عليكم، رحب بالجميع في هذه الليلة المباركة. ما شاء الله. طبعاً التحليل كالعادة تحليل المحللون يعني يجي بدقة عجيبة وعظيمة. ما شاء الله. وهذا بعد بشهادة الأخوات تحليل عقلاني 100%. ما شاء الله. الحكم يرمز له بالحرف جي. كالعادة نتحدث عن البرامج العقلية لأنها يعني تؤدي تفسير واضح لنقاط القوة ونقاط الضعف. البرامج العقلية للحكم عنده في الحسم والبدائل دائماً حاسم، البدائل عنده يعني ضعيفة جداً. العمل يحب الإنجاز حتى لو كان على حساب الجودة. القرار عنده يا أبيض يا أسود، الدرجات هذه ما عنده. اللغة ميتوية، لماذا كيف شلون، يعني انتبه في الحوار معه، انتبه جدا. نقاط القوة عنده منظم، سرعة اتخاذ القرار، إنجاز عالي. كثير من نقاط القوة أنت راح إن شاء الله يعني مع الوقت يعني تجي مع البرامج العقلية. نقاط الضعف عنده غير مرن، ضعيف في التواصل مع الآخرين، قرارات بدون معلومات. تمرين التلقائي هذا يرمز له بالحرف بي. البرنامج العقلي له حسم وبدائل، دائما يقترح البدائل. القرار رمادي، ما في ابيض واسود، درجات، ما يغلق الملفات. اللغه ميليتوي، عرفتوها انتم. العمل يهتم بالجوده، يهتم بالجوده. نقاط القوه مرن، يعيش ويستمتع باللحظه، القدره على توليد الافكار. لكن نقاط الضعف عنده للأسف أنه عشوائي، تسويف، تشعب المهام عنده اللي تؤدي إلى عدم إغلاق الملفات. جزاكم الله خير. يا سلام.